لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. بعد تحية فندم، يعني المؤتمر الصحفي بين سيادة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي شهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. في رأيك، ما هي أبرز هذه المجالات الواعدة التي تنتظر هذا التعاون بين البلدين؟ بعد التحية يا فندم، يعني المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع سيادة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي شهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. في رأيك، ما هي أبرز هذه المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون بين البلدين؟ دكتور وليد، شاهدي القناة الأولى، وبالتأكيد اسمح لي في البداية يعني أن أبدأ من التاريخ. فالعلاقة المصرية الهندية هي علاقة تاريخية. مصر والهند تم تفعيل اتفاقية الدولة الأولى بالرعاية بينهم منذ عام 1978، ومنذ هذا الحين وهناك تصاعد في عمليات التبادل التجاري ما بين البلدين بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الاولى من 2022. الافق العلاقات التجاريه ما بين البلدين هو افق واعد جدا، وكما تم الاعلان عنه بان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستكون احد اهم محاور عمليات زياده حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال الخمس سنوات القادمه. ولكن نحن لا نبدأ من الصفر، فهناك استثمارات بالفعل، هناك استثمارات هندية موجودة في مصر بلغت نحو 3.2 مليار دولار في 52 مشروع. بنتابع الشركات الهندية في مجال المنتجات الغذائية والسياحة والملابس والسيارات والطاقة وتجارة التجزئة والكيماويات وغيرها، نحو 35 ألف فرصة عمل خلقتها الاستثمارات الهندية في مصر. ولكن مهم جدا وفي هذه المرحلة التاريخية من تطوير العلاقات وإعادة هيكلة عملية التجارة العالمية أن يكون هناك دور مهم في تعزيز عمليات التبادل التجاري ما بين مصر والهند. مصر بتصدر إلى الهند ما قيمته يعني نحو 1.9 مليار دولار. بنصدر منتجات مثل الزيوت المعدنية والأسمدة والكيماويات والقطن، بينما نستورد من الهند نحو 2.2 مليار دولار، من ضمنها الحديد الصلب والمركبات الخفيفة واللحوم وغيرها. بالتالي فإن هناك فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري من حيث الكم في هذه المنتجات التي ذكرتها، ومن حيث إدخال منتجات جديدة، سيما مع التطور الهائل الذي تشهده الصين في مجال الاتصالات ومجال التكنولوجيا الواعد، الذي من الممكن أن يشهد تبادل خبرات، أن يشهد تعاون كبير في هذا المجال. الأفق واعدة، الهند بالفعل هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. هناك بالفعل معارض متبادلة ما بين البلدين منذ عام 2021، ولكن هذا التناغم ما بين مصر والهند، هذه الروح الطيبة وهذا التقدير الكبير لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق العمل بدستور الهند عام 1960، يعكس مدى القرب ومدى العلاقة الطيبة ما بين القيادة السياسية في البلدين. 75 عاما من العلاقات ما بين البلدين، اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، زيارة مهمة جدا وفي وقت حساس جدا وفي أجواء احتفالية تؤسس لمزيد من التعاون، تعبر عن التفاؤل فيما هو قادم في عالم يعاد تشكيله من جديد، وتعاد تشكيل العلاقات التجارية فيه، وتعاد تشكيل سلاسل الإمداد فيه. أتصور أن القادم هو أفضل، وأن العلاقات ما بين الهند ومصر ستحقق مستهدفاتها وستتجاوزها خلال الفترة القادمة.
يعني في ضوء الإرادة الجادة لدى البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون أيضا، كيف يمكن الاستفادة من موارد كل من مصر والهند لنقل تلك الشراكة لأفاق أرحب، خاصة على صعيد مجالات التعاون المستحدثة لتواكب ما يشهده العالم من تحديات كالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر؟ الواقع أن ما نتابعه في هذه الزيارة يؤكد أنه لا توجد عوائق سياسية نهائيا، وأن الدولتين على مستوى القيادة السياسية متفقين ومتوافقين ما بينهم بصورة كبيرة جدا. مذكرات التفاهم بتفتح العلاقات، ولكن الأهم هو دور القطاع الخاص. مهم جدا أن يكون هناك دور للقطاع الخاص وللغرف التجارية المصرية في بذل مزيد من الجهد في التواصل مع الشركات الهندية وفي جذب شركاء من المستثمرين الهنود ليعملوا في مصر. مهم جدا من الهيئات المتخصصة أن تعمل على تفعيل تلك الاتفاقيات. فقضيتنا في التفاصيل، أتصور أن هذه الزيارة هي رسالة لرجال الأعمال في دولة الهند بأنهم مرحب بهم في مصر، وأنهم على أعلى مستوى يتم تذليل العقبات التي من الممكن أن تصادفهم. هذه الزيارة زيارة هامة، الإعلان عن هذا الود والإعلان عن هذا التقدير ما بين البلدين في هذه الأجواء أتصوره يؤسس لمزيد من العمل ولمزيد من تحقيق المستهدفات، وهي رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لكي ينطلقوا في مزيد من التعاون ومزيد من الاستثمارات وعمليات التبادل التجاري بينهما خلال الفترة القادمة. بالفعل نتطلع إلى أفاق أرحب في التعاون الاقتصادي والمجالات المختلفة. أشكرك الدكتور وليد جابلة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.